النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تم تخطيط الإصدار رقم 117 من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها المصرف نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة هذا الإصدار 100 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 12 شهرا تبدأ في 20 من يونيو 2024 وتنتهي في 19 من يونيو 2025. كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 6.9%، وبلغ معدل سعر الخصم 94.201%، علما بأنه قد تم تغطية الإصدار بنسبة 100%. أكد السيد كريست كالفرت الرئيس التنفيذي لشركة إداما تعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع النوعية ذات الأثر التنموي والاقتصادي المستدام. جاء ذلك إثر إعلان شركة إداما وشركة البحرين لمواقف السيارات أماكن عن بدء تطوير المرحلة الثانية من مشروع سعادة الواجهة البحرية في مدينة المحرق، ويصل هذا المشروع ما بين سوق المحرق والواجهة البحرية، كما سيتضمن المشروع محال تجارية ومكاتب ومرافق لمواقف السيارات تتسع لأكثر من 400 سيارة. والآن مع أداء الأسواق المالية الخليجية. وللحديث حول آخر مستجدات الأسواق المالية الدولية، يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف من دبي السيد مازن سلهب، كبير استراتيجي الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيدي سويس. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. كيف أثرت التوترات الجيوسياسية الأخيرة على أداء الأسواق الدولية، خاصة أسواق الأسهم الأوروبية والأسيوية؟ من الواضح تماما أن ربما الأسواق لم تتأثر كثيرا بالأحداث السياسية عموما، وبقي التركيز على قرارات البنوك المركزية الكبرى في الولايات المتحدة في المنطقة الأوروبية، وأيضا التوقعات عند بنك اليابان وبنك إنجلترا. لم تتراجع مؤشرات الأسهم عموما بقوة، ربما في الأسبوع الماضي كان هناك تراجعات في بعض المؤشرات الأوروبية وفي اليابان، ولكن المؤشرات الأمريكية لا تزال تحقق مستويات قياسية جديدة. ولكن هذا أعتقد سيكون مرهون بعاملين أساسيين: أولا مدى قدرة البنوك المركزية على ضبط إيقاع التضخم وتخفيض الفائدة في المرحلة القادمة. اثنين، هناك أحداث سياسية كبرى تجري في المنطقة الأوروبية وفي بريطانيا، الانتخابات العامة في بريطانيا، هناك انتخابات أيضا في فرنسا، هناك ما جرى من خسارة للحزب الحاكم في فرنسا وألمانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي. هذه مخاطر سياسية قد يكون لها تأثير ربما مباشر، ولكن أعتقد لها تبعات في المرحلة القادمة، خاصة إذا تغيرت الخارطة السياسية في أوروبا، لأن قدوم أحزاب أكثر يمينية وأكثر ربما ميلان إلى 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 سياسات مختلفة قد لا يكون لها تبعات إيجابية. فأعتقد قد لنا تراجعات في المرحلة الحالية، ولكن هناك مخاطر عالية خاصة مخاطر سياسية. نعم سيد مازن، ما هي توقعاتك لنمو الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام الجاري، وما هي الأسواق التي يتوقع أن تكون الأكثر تأثرا؟ أعتقد أن ربما إذا بقي النمو كما هو عليه، كما رأينا في الربع الأول، قد يكون هناك نمو جيد من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، أيضا الهند، هذه الدول ربما تقود الاقتصاد العالمي. أعتقد أن النمو في منطقة الخليج وخاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات قد يدعم هذا التوجه. أيضا سنرى مزيدا من التدفقات النقدية حسب اعتقاد إلى المنطقة الخليجية هنا في مجلس التعاون الخليجي، مستفيدة من النمو الجيد الذي تحقق في العامين الأخيرين، ومن هذا الصخب الاقتصادي، ومن بقاء أسعار النفط بمستوى جيد، ومن الإنفاق الحكومي الكبير في هذه الدول.
واعتقد اننا ربما نرى مزيدا من الادفاعات في مؤشرات الاسهم الامريكيه. التحدي الاكبر في امريكا هو مرتبط بالتحديات السياسيه وقدوم رئيس اخر غير الرئيس الامريكي الحالي جو بايدن، لاننا نعتقد بانه تخفيض الفائده سوف يكون ربما مره واحده، هذا ربما لن يكون له تاثير كثير او تاثير كبير على الاسهم الامريكيه الا في حال التغيير السياسي. نعم. في آسيا أعتقد أن الصين ربما قد تحقق نسبة نمو المتوقعة 5%، وهناك زخم جيد في الهند إلى حد ما على الأقل مع عودة أو بقاء ربما مودي في رئاسة الوزراء. فالدول الآسيوية ربما قد تكون بوضع جيد، وخاصة في الهند والصين وأيضا في إندونيسيا. نعم السيد مازن سلهب كبير استراتيجي الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بي دي سويس، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك.